هي مبكر لأن الأمور ما تحسمتش عن طريق الهجوم خطيرة ورياضو جول رياضو جول خلص رياض محرز في الدقيقة 72 أول كرة وصلت له أول لمسة توصل له أول تابلو يشوف فينجا كامافينجا 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 كريم وجول كامافينجا وجول رودريجو رودريجو ولعها السيناريو المذكور السيناريو المذكور ما نعرفش ترجع الكرة يمشي كارفخال يلعب كارفخال حاط الكرة والثاني فما حاجة فما حاجة يا الله يا الله يا الله مش ممكن فما حاجة فما ريال حاط الكرة رودريجو خطيرة ضربة جزاء ضربة جزاء كريم بنزيما والهدف الثالث الريال انفينال فاينل نهائي ولدي يبكي ولدي يبكي فلذة كبدي تبكي هكذا يقول المدريد المرنجي مش